قدم الفنان شوقي شمعون آخر أعماله الفنية بمركز بيروت للمعارض بالبيل يلي تضمنت أجمل الألوان. مركز بيروت للمعارض سوليدار ببيال معرض للفنان اللبناني شوقي شمعون، حيث عرض الفنان 70 لوحة وعبر بالمجموعة الأولى منها عن صرخته بوجه الأسف الإسرائيلي الوحشي خلال حرب 2006، والمجموعة الثانية كانت سلسلة من الصور المبهمة من الطبيعة، أما المجموعة الثالثة فتناولت الأعمال التجريدية الملهمة ثقافياً.